هقول لكم بشكل حصري لحضراتكم قرعة المنتخب المغربي ومجموعة المنتخب المغربي في مونديال قطر. تسريب القرعة رسميا هنعرفها من خلال هذه الحلقة، ولكن انزل بقى، انزل ظبطني واضغط في زر اللايك واشترك في القناة وفعل زر التنبيهات علشان اي حلقة واي جديد ننزله في القناة يجيلك اشعار على طول، تدخل تشاهد الحلقة وتكون اول واحد بيشوف حصرياتنا وجديدنا ومفاجأتنا. ويلا بينا نخش الى التفاصيل. هنعمل سيناريو يا سادة يا كرام. طبعا الجميع، المغاربة كلهم وأي حد بيحب المغرب، كان مغربي أو ما كانش مغربي، منتظر القرعة ومنتظر المغرب هيقع في مجموعة إيه. أنا هقول لكم من وجهة نظري اللي ما بتخيبش تماما، أو من توقعاتي اللي ما بتخيبش تماما، المغرب هتبقى في مجموعة إيه. المغرب هتبقى في مجموعة الموت. المغرب طبعا عارفين اللي هي في التصنيف الثالث، من وجهة نظري هتقع مع البرازيل من التصنيف الاول، والمانيا من التصنيف الثاني، والسعودية هيبقى درب عربي، السعودية من التصنيف الرابع. ده وجهة نظري وده توقعات. حد يقول انت مبسوط بالقرعة؟ هقول له طبعا انا عاوز المغرب تقع في مجموعة الموت، لان المغرب والله تقدر تصعد من اي مجموعة، وتقدر تصعد لدور الثمانية كمان، وتعمل انجاز عظيم للكرة المغربية وللكرة الافريقية. عملنا سيناريو تخيلي لمجموعة المغرب. طب نعمل سيناريو تخيلي ايضا لتصريحات زياش وحكيمي وخليلو زيتش بعد القرعة. حكيمي يقول لك احنا ما بنخافش حد، احنا رايحين نهزم اي منتخب. خليلو زيتش هدف الصعود لدور 8، اما زياش يقول هما اللي يخافوا مش احنا، المانيا والبرازيل هما اللي يخافوا، اما الاسود ستفترس الجميع.